تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. اعلم أيها المسترشد أن الأصل في السؤال الحرمة، وإنما أبيح السؤال للحاجة، والاستغاثة من السؤال، ومع ذلك فهي شرعت للحاجة. في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. فبادر وقال: أنا يا رسول الله. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان إذا سقط صوته لا يقول لأحد ناولني. وفي هذا الحديث نموذج لفهم الصحابة وتلقيهم للكلام. لا تسأل الناس شيئا، لم يستفصل ولم يقل له ما الذي أسأل وما الذي لا أسأل، مع أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستغني عن السؤال أيا كان. رجل غريب دخل بلدا لا يعرفه فسأل: أين العنوان؟ ما هذا من جملة السؤال. ومع ذلك فلم يستفصل، هذا كان شأن الصحابة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله بعدما ذكر نماذج، قال: أن الأصل في الأدلة العموم. كان الواحد منهم إذا سمع الكلام أخذه على عمومه بلا استفصال. لا تسأل الناس شيئا، فعمم ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال، حتى أن صوته إذا سقط من يده وهو على الدابة لا يقول لأحد ناولني.
وأئمة الحديث إنما أوردوا هذا الحديث في أبواب الزكاة، أي لا تسألوا الناس أموالهم، لكن ثوبان أجراه على العموم. فالأصل في السؤال الحرمة، إنما شرع السؤال للحاجة. والسؤال على نوعين: النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. فالنوع الأول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية الجامعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت سؤالا لا يقدر على كشفه إلا الله فلا تسأل فيه غير الله، وإلا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسأل المرء فيها ويستغيث ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له أن يفعل ذلك. قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزة، ومنها حديث أنس الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قزعة، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إذا دعا، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما كان يشير سبابة. هذه السبابة إنما قيل لها سبابة لأنهم إذا سبوا الرجل كانوا يشيرون إليه، لذلك سميت سبابة. العرب إذا الواحد منهم شتم الآخر كان يشير إليه وهو يسب، فهذه الإصبع سميت سبابة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من على لحيته، قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، أو قال سبتا أسبوعا. فسؤال المطر، إنزال المطر، لا يقدر عليه إلا الله، فلا يحل لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا هو. والنوع الثاني منه مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيا
يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، لأن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وليس في هذا دليل على تبرؤ العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال: هذا من عمل الشيطان، فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أفيون فقبض عليه فقال: أنا ما زرعت، إن الله قال: أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله هو الذي زرع، فلا يقبل منه أبدا هذا القول. ليه؟ لأنه نفى كسب نفسه، إنما قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إشارة إلى أنه الذي يأمر بالفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول جزء من هذه السبعة، مع أنه لم يباشر القتل بنفسه، لكن سن، هو الذي سن القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأوضح، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ألا وهذا هو الشاهد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار قط أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه، ما باشر الرجم بنفسه ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول: رجم رسول الله ورجم أبو بكر، كما لو قال الرئيس مثلا: أنا الذي قاتلت وأنا الذي انتصرت، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك. فيعزى ذلك للرأس الآمر الحاض على ذلك، ولذلك قال: هذا من عمل الشيطان، لا أنه نفى كسب نفسه في المسألة، وإلا لما استغفر إذن؟ إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر؟ ولما قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ ما قال ذلك إلا لأنه باشر، فليس في قوله هذا من عمل الشيطان نفي للأسباب.
ثم وصف الشيطان بوصفين يتكرران في سائر القرآن: إنه عدو مضل مبين، أي عمله الإضلال، وعداوته بينة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا من حق المنعم ألا تكون ظهيرا للمجرمين عليه. يا لضيعة الوفاء على موائد اللئام، يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، وهذا ليس من الوفاء. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب نعمتك علي لا أتولى الذين ظلموا. فلما ارتكب موسى عليه السلام هذه الواقعة وقتل الإسرائيلي، وصفه ربنا تبارك وتعالى فقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قلت قبل ذلك مجملا إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء تردد على لسانه ذكر الخوف، ولقد استمر هذا الخوف معه في مراحل حياته. فتأمل، لما قتل أصبح خائفا يترقب، فلما علموا أنه القاتل وأتمروا على قتله جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن القوم يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ومضى خائفا طيلة الطريق إلى أن ورد مدين. فلما نزل على العبد الصالح وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما قضى الحجج اللي هو أوفى الأجلين ورجع، فبينما هو راجع مع امرأته إذ رأى نارا، فذهب ليقبس من النار شعلة يستدفئ بها. حينئذ ناداه ربه تبارك وتعالى وقال له: ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فباشر الخوف أيضا، ولما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون وأمره هو وأخوه، وإنما طلب موسى النصرة بأخيه، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فأمره الله عز وجل وأخاه أن يذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولما جاء إلى فرعون وحصلت بينهم مناظرة وجاء وقت المعجزة، فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما رأى موسى من شدة سحرهم أن الحبال تسعى، قال عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف
إنك أنت الأعلى. خوف تمر معاه في مراحل الحياة، وهذا الخوف خوف جبلي لا يلام المرء عليه. وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء، منهم مثلا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام،